السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم زميلكم محمد محمود. النهاردة هشرح لكم محاضرة الديمنشيا. هي واحدة من المحاضرات المهمة جدا، ومن المحاضرات اللي داخلة معاكم في العملي. والمحاضرة ديت كان الناس اللي قبل كده، الدفعات اللي قبلكم، كان بيواجهوا فيها صعوبة شوية، سواء في شرحها أو فهمها. ولكن إن شاء الله النهاردة نحاول نبسط الدنيا شوية ونفهمها وتكون سهلة يا رب وبسيطة عليكم. قبل ما نبتدي بس عايزين نذكر بعضنا بحاجة، إن هو إحنا كأطباء أو كأشخاص على مدار حياتنا إحنا بنبقى عرضة كلنا سواسية، إن إحنا فجأة في حاجة تختفي مننا، سواء وضع إحنا فيه أو جزء من صحتنا. بنبقى قبل كده مش واخدين بالنا من الشيء دوت، مثلا الناس، ان احنا بنقدر نتنفس بصورة طبيعية، ان احنا بس ممكن نشرب مية بدون مشاكل، ان احنا نعرف نشرب بنفسنا اساسا المية ديت، ان انت هتبقى قادر تبص في وش والدك او ابنك او قرايبك وتبقى عارف الوشوش دي هي بالنسبة لك ايه، فاكر ذكرياتك معاهم. لان في ناس فجأة بتبقى عرضة ان هما الحاجات دي عمالة تختفي منهم، والدنيا كل شوية بتسوء ومشى، كل شوية في حاجة بتتسحب منهم واحدة واحدة، وهو مش قادر يعمل اي حاجة. احنا بس بنقلل السوق دوت على مدار الوقت، فبنحاول نزود ان هو بدل مثلا ما كان كل الدنيا دي هتبوظ في سنة، لا ده يبقوا 5 7. بس ده كل اللي انت في ايدك تعمله وانت واقف متكتف عمال تشوف الاشخاص اللي انت بتحبهم، مثلا جدك اللي ياما عاش في الشارع بتاعه وبيته اللي بناه بتعبه، تيجي تلاقي ان هو مش عارف، راجع من عند الدكتور مش عارف هو داخل أنهي مكان، أو مثلا إن هو كل شوية يسأل عن الوقت، إحنا بالليل ولا بالنهار. كل دوت وأنت بتشوفه بعينيك أنت بتعرف مدى الصحة ومدى قد إيه المرض اللي إحنا بنتكلم فيه ده خطير. وكل الأمراض عامة، الناس مثلا في وقت الفيروس اللي فات وفقدوا حاسة الشم مثلا وقعدوا فترة بعد كده يرجعوا، تخيل قد ايه هم واجهوا صعوبة. انت الحاجة دي بالنسبة لك انت مش حاسس بيها، انت بتتنفس وبتشم، ساعات بتشم رائحة كويسة بتبقى سعيد، بيجي لحظات ان بتعدي على ريحة سيئة فبتتضايق، ولكن عمرك ما تبقى عارف ان الحاجة دي لو اختفت في حاجات كتير من حياتك هتتغير، وحاجات من حياتك بقت صعبة جدا بسبب ان الجزء البسيط ده يتشال. احنا مش بنقول دوت عشان نحزن وان احنا دايما هنكون في احتمال ان ده يحصل لنا، واحنا كأطباء احنا بنشوف الحاجات دي على طول قدامنا. فحتى لو ربنا عافانا في اجسادنا، بس احنا شايفين دايما الايات دي قدامنا، ان احنا عارفين مدى اهمية الصحة اللي احنا فيها، مدى اهمية اللحظة اللي احنا عايشين فيها. اللحظة اللي احنا عايشين فيها ديت هي بالنسبة لناس كتير شيء عندهم منه كتير فبيضيعوه في اشياء تافهة، ولكن هي اللحظة اللي احنا بنعيشها ديت بالنسبة للناس هي امنية عمرها ما هتتحقق، ان هم يرجعوا يعيشوها تاني عشان يعملوا ولو عمل صح واحد. فنتذكر الحاجات دي دايما، احنا كأطباء زي ما قلنا اكتر ناس معرضين ان احنا نشوف اشخاص زي ديت مثلا كانوا صحيين وتمام الصحة، فجأة يحصل لهم مشكلة في المخ، نزيف او حاجة، فيبتدي حياته كلها تتشقلب مثلا نص ساعة ساعة. فلازم نتعرف على الحاجات ديت ونقف نفكر كل شوية كده ما بين فترة وفترة، بحيث ما نخليش احنا اكتر ناس عرضة نشوف الحاجات ديت ونشوف ايات ربنا، ولكن احنا اكتر ناس ان احنا بنبقى في عجلة الطب مسؤولين ان احنا نلاحظ حتى الاشياء ديت من حوالينا. نبتدي ان احنا نفتكر اخواتنا الله يرحمهم.
وندعي لهم من كل قلبنا ان يا رب يرحمهم، ونجتمع كلنا في الفردوس الاعلى، ونفتكر ايام البصمجة والايام الامتحانات الصعبة دي ونضحك ان شاء الله، ونفتكر اخواتنا المسلمين في كل مكان حرفيا، لان يعني الوضع الحالي للمسلمين في كل مكان صعب جدا، ولازم ندعو ليهم بكل اخلاص، لو حتى مش هنقدر نعمل الا ده، لكن بالفعل احنا نقدر نعمل حاجات كتير بس احنا مش واخدين بالنا. المهم نخش في المحاضرة بتاعتنا. المحاضرة بتاعتنا الدمنشيا. المحاضرة دي مهمة جدا عشان الامتحان، وعشان احنا كأشخاص ساعات لما هنقابلنا حالات زي دي ممكن احنا نشخصها غلط، او ما نبقاش رابطين الحاجات دي بالديمنشيا. الديمنشيا هو الخرف بالعربي، يعني ان الانسان بدأ يخرف، او الخبل، او التعريفات بقى المختلفة من الكلمة. احنا مسنجل تمام الحمد لله. احنا كأشخاص لما يجي الواحد الديمنشيا هو غالبا بيفتكر اشهر واحد فيهم الزهايمر، وبيبتدي يحط ان هو بعض الاشخاص ان اول ما يجي ديمنشيا هو الزهايمر بس. ولكن احنا بنكتشف بقى في المحاضرة بتاعتنا ان في كذا نوع من الديمنشيا، وفي اساسا تصنيف اسمه الاذرز تايبس اوف ديمنشيا، ده ليه كذا انواع تانية كتير هنقولها في المحاضرة. وان ايوه الالزهايمر هو اكبر جزء من الديمنشيا واشهر واحد فيهم، ولكن هو مش الديمنشيا بتقتصر عليه. ندي تعريف بسيط هيفهمنا المرض بتاعنا كله وطبيعة تعاملنا معاه وطبيعة التريتمنت بتاعنا لما نيجي نقدمه هنقدمه ازاي. اول حاجة مهمة جدا في الديمنشيا هي انها بروجريسيف، ان هي مع الوقت بتفضل تسوء تمام. ومن ضمن الحاجات التانية ان هي irreversible، ان هي غير قابلة ان هي تعود تاني، اللي اتكسر في المخ ما بيصلحش تمام. ممكن الحاجات التانية احنا بيبقى في بعض الامراض منها irreversible، ولكن عندنا في الدمنشيا irreversible. ليه؟ هنعرف مثلا الاتيولوجي بتاعها، هنفهم ان في حاجات بتتغير، الحاجات دي بتفضل زي ما هي، ولما نيجي نعمل بوست مورتم بعد البوست مورتم ان احنا نشوف الباثوفيسيولوجي او الهيستو بتاع الاجزاء ديت، هنعرف ايه المشكله اللي حصلت. فاحنا عارفين ان هو irreversible، يعني العيان هيفضل يسوء لحد ما يوصل معانا للاند ستيج. فاحنا عندنا عيان بروجريسيف و irreversible، فانت التريتمنت بتاعك عمرك ما تيجي تقول للعيان اللي اهله جايبينه انه عنده دومينشيا، احنا العيان او القريب بتاعك دوت هيتحسن وهيبقى احسن، هيفتكر وهيقدر يتعامل في الحياة. لا، احنا بنقول له انت عندك عيان هيجي ينسى، هيجي مش قادر يتعامل مع الوظائف الحيوية اللي هو كان بيعملها، مثلا ياكل يشرب، هيبتدي في مرحلة يوصل ان هو يبقى عنده موتور فانكشن، موتور مشاكل حركية. هيجي بعد كده ان هو ممكن يوصل ان هو يبقى بيدريدن. ولكن هو بدل ما احنا عايزين نخليه مثلا ان هو بيوصل دوت في سنة او اتنين، لا احنا نخليه 5 او 10. هدفنا في التريتمنت بعد كده هنفهم ان هو احنا بنتعامل مع مرض irreversible و progressive، احنا عايزين نقلل البروجريشن بتاعه على قد ما نقدر. طب البروجريسيف دوت الديمنشن ده بيحصل في ايه؟ بيحصل عندنا في الكوجنيتيف فانكشن، اللي بتخلي في عندنا stable level of consciousness، جزء ثابت من الوعي. ولكن احنا بنشخصي الديمنشيا ولا نقول ديمنشيا بقلب جامد الا لما نلاقي فيه مشكله فين؟ امبريمنت عندنا في تو اور مور كوجنيتيف دومينز. يبقى احنا قلنا ان هو ريفرسيف او بروجريسيف ديمنشن في الكوجنيتيف فانكشن، ولكن الكوجنيتيف فانكشنز او كوجنيتيف دومينز دول لازم نلاقي فيهم اتنين او اكتر من الدومينز دول حصل لهم امبريمنت. طب ايه هما الدومينز؟ هتلاقي اشهرهم طبعا اول ما بيجي في دماغنا الزهايمر، مثلا هنقول ان هو فقدان الذاكره مثلا بالافلام اللي احنا شفناها وكذا، ان هو ميموري لوس،
executive function الوظائف اللي هو بالتنفيذية، بيبقى عنده مشكلة في الأكل أو الشرب، إن هو يعمل مثلا حاجة لنفسه. ال attention بيبقى عنده فيه مشكلة، الانتباه بيبقى disoriented، سواء مع ال day أو ال time أو ال person والحاجات دي ليها ترتيب، وهنذكر بعد كده ايه الحاجات دي بالتفصيل. بيبقى عنده اللانجوج فيها مشكلة، سواء هو مش عارف يعبر عن الأشياء هو عارفها، لو هو مثلا عنده أجنوزيا عارف الشيء دوت بس مش عارف يعبر عنه. social cognition، psychomotor speed، ال visual perceptual أو ال visual spatial abilities، والحاجات دي خدتوها في المحاضرات اللي قبل كده. واحنا قلنا ان هو ايه usually irreversible، ودي نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها في الديمنشن. نيجي بقى نقول ان الكوجنيتيف امبروفمنت مش دايما مرتبط بالنورمال ايجينج، او ايه ان هو بيبقى significantly interferes with independence in the person performance of activities of daily living. ايه الكلمة دي؟ احنا عندنا ايه، ازاي نفاجأ من ضمن الحاجات اللي احنا بعد كده هناخد ان الديمنشيا ممكن نعملها differential diagnosis، هنقول ان هو normal aging. مع مرور الوقت احنا كبشر الوظائف الحيوية بتاعتنا بتبتدي تقل، بعض الناس بتبتدي يحصل لهم ان هم ينسوا، ولكن الشخص اللي بينسى دوت ان هو اللي حصل له aging دوت مش بينترفير مع قدرته ان هو يتعامل مع الوظائف الحيوية بتاعته، ان هو مش اقصد الوظائف الحيوية اللي هو داخل الجسم، لا اقصد الوظائف الخارجية، مثلا الاشياء الحياتية، عفوا ان هو يقدر ياكل بنفسه، يقدر يجيب مية مثلا، هو بيتعامل مع الحاجات دي. ممكن ينسى هو حط مثلا الكراسة دي فين، ولكن هو مش بيواجه صعوبة مثلا ان هو يكتب، ما بيبقاش عنده اللانجوج امبيرمنت والحاجات ديت، بيبقى بس متوقف على الذاكرة. تمام. جزء برضو عندنا من الكوجنيتيف امبيرمنت دوت بيبقى مرتبط لنيورولوجيكال او ميديكال كونديشن، من الايه طبعا ان هو في حاجات بتسبب الكوجنيتيف امبيرمنت، مثلا تروما، في نوتريشنال ديفيشنسي، في chronic use of specific substance or medication، لو عنده toxins أو حصل له exposure ل heavy metals. طبعا الحاجات دي هتلاقينا بتسبب له cognitive impairment، بس ولكن ال cognitive impairment دي جاية من الأسباب ديت، مش جاية من الطبيعة ال etiology بتاعت الديمنشا اللي احنا هناخدها بعد كده. ولكن العيانين اللي عندهم ديمنشيا عندهم البروسيديال ميموري عندهم ما بتتأثرش قوي، بيبقوا بفضلين محتفظين بيها. انتوا طبعا خدتوا الميموري وخدتوا ايه البروسيديال ميموري. البروسيديال ميموري هي الميموري اللي بتبقى مسؤولة على المهارات اللي هي الانسان بيعملها زي اوتو بايلوت مود، مش الوركينج ميموري اللي هو لازم يفتكر حاجات معينة ويبتدي خطواته ويتبعها. اللي هو البروسيديوال ميموري الحاجات اللي احنا بيعملها بشكل غير واعي، زي مثلا مهارة زي السواقة. الواحد في الاول كده مثلا بتلاقيه يتعلم السواقة، الاشخاص اللي قربوا يبص على الدبرياش والبنزين كل شوية، الفرامل هنا، يقعد يبص حوالينه في المجايات السرعات وكده، ويقعد في مشكلة عنده في كده ان هو عارف الاتنشن بتاعه عمال يروح كل حتة وحتة. ليه؟ بيحاول يحافظ على العملية ديت ويحصل ما بينها تناغم ان هو يبتدي يسوق. بعد فترة بتلاقي الأشخاص دي ايه اتعودوا على السواقة، يسوق مثلا ايه ومعاه مثلا كوباية قهوة، بيسمع حاجة في الكاسيت، بيتكلم ويبص للشخص اللي وراه بيقول ايه. فتلاقيه دي حاجة بقت غير واعية هو بيعمل الحاجات دي، مع الديمنشيا هو بيحافظ عليها. في جزء ان هو السان داون سيندروم، ان هو من اسمه سان داون، مع
الشمس بتغرب بتلاقي السيمتومز بتاعت الديمنشيا، سواء السايكاتريك سواء البيهيفيرال، بتسوء عن مع الشخص دوت. فدوت برضو هيحتاج ان احنا لما نيجي ناخد في التريتمنت ان كير جيفنج اللي هو الشخص اللي يقدم العناية لازم أن يكون واعي ومتدرب على الجزء اللي هو الاشخاص اللي بيحصل لهم سان داون سندروم، وده جزء من التدريبات اللي هم ياخدوها عشان يساعدوا الشخص اللي هو عنده الديمنشيا وبيعاني من السان داون سندروم. عامة عندنا الديمنشيا بيجيلنا قبل ما نذكر التايبس، هو عندنا المشكلة في الديمنشيا ايه؟ حاجتين، بيجيلنا سايكاتريك سيمتوم او بيهيفيرال سيمتوم. السايكاتريك سيمتوم عندنا مثلا الديبريشن، بيجي انكزايتي، تمام؟ فطبيعي الحاجات دي تكون معين الديمنشيا ان هو شخص عنده مشاكل في ان هو يعمل وظائفه الحياتية بشكل طبيعي، يبتدي ان هو مش عارف يعبر عن نفسه، يبقى في اجيتيشن. ساعات العيانين دول عادي ممكن يخشوا في دولوجنز، يخشوا في هالوسينيشنز، عندهم بيبقوا عندهم فيديليتي اللي ان هو بيبتدي يشك في الخيانة الزوجية. الحاجات دي عادي بتبقى تحصل مع الوقت، والحاجات دي سواء السايكاتريك سيمتوم او البيهيفيرال او زي ما قلنا اجريشن، بيبقى عنيف، بتلاقيه على طول مثلا تيجي كده ايه واندرينج، بتلاقيه عمال يتجول في الاماكن، مثلا ممكن لو الباب مفتوح يخرج ويتمشى. امبالسيفيتي عنده عالية، عنده سليب ديس اوردر، بيبقى عنده مشاكل جدا في النوم، انسومنيا، لانه هو مش عارف ساعات بيبقى ايه ان هو يفرق ما بين الليل او النهار. بالنسبه له عنده دي ايه من ضمن الامبيرمنت اللي بيحصل له، بيبقى ريستلس، فبتلاقيه بالليل كده ان هو مش عارف يقعد على بعضه، فبيحصل له برضو انسومنيا. الحاجات دي هي اللي بتجيب الاهل ان هم يتحركوا يروحوا بالشخص دوت للعيادات، على عكس الميموري لوس، لان هو زي ما قلنا ان في عندنا ميموري لوس بتاع النورمال ايجينج اللي هو مع مرور الوقت هو كده كده الانسان بيبتدي ينسى، بس مش طبيعي ان هو مع مرور الوقت الانسان يحصل له ديلوجن، يحصل له هالوسينيشن او انكزايتي او ديبريشن، او يحصل له اجريشن او امبالسيفيتي، ان هو يبقى عنده مشاكل في النوم. فالحاجات دي لازم أن تاخد بالك منها انت كطبيب. مثلا لو جالك عيان زي دوت بيشتكي من ميمورلوس، فلازم أن انت تاخد هيستوري افضل، سواء من الانفورمنت طبعا، لان الشخص ذات نفسه ما بيبقاش اوير ان هو عنده مشكلة. ده برضه هنيجي نفرق ما بينه وما بين الديمنشيا، ومرة تاني في الديفرنشال دياجنوزس اللي احنا هناخد ده قدام. عندنا التايبس اوف ديمنشيا، قلنا ان اكترهم الزهايمر ديزيز، وبعد كده عندنا الفاسكولار ديمنشيا. الميكس ديمنشيا دوت جزء من ان هو غالبا بيبقى الزهايمر او فاسكولار ديمنشيا، والاثنين مع بعض ديمنشيا وذ لوي بوديز، فرونتو تمبرال ديمنشيا، الباركنسون ديمنشيا اللي هي عارفين مرض الباركنسون افتكرت دلوقتي ايه كلكم طبعا افتكرتوا مين بتاع بوحة الباركنسون ديمنشيا. احنا عارفين طبعا مرض الباركنسون ديزيز، سواء خدتوه في السي ان اس اللي هو الهن الكورية، والشوفلينج جيت، والرولينج، الحاجات ديت ايه بيحصل معاه جزء ديمنشي، ونذكرها برضو مع نفسها. الأذرز بقى عندنا حاجات كتير قلنا، مثلا منها السبستانس ميسيوز ديمنشيا، ال HIV ديمنشيا، الالكحول انديوس ديمنشيا، سواء ممكن الميتابوليك ان هو مثلا بيبقى هايبوثيروديزم، ممكن يكون عندنا العين ده انكفالوباسي، في سب اركنويد هيموريدج، دي كلها حاجات
تنضم الاذرز ديمنشيا وتبقى جزء بسيط. قلنا ان اكتر حاجه الزهايمر، وبعديها الفاسكولار، وبعديها الميكسد اللي هو جزء من الالزهايمر والفاسكولار ديمنشيا. الكوزس هي اللي احنا قلناها لسه، اللي هي جزء من التايبس الالزهايمر ديمنشيا ديت، سواء ايرلي او ليت اونست، وقلنا ان هي موست كومن فورم اوف ديمنشيا. دي عادي ممكن يجيلك سؤال منها. الفاسكولار ديمنشيا اللي هو بادي فرونتو تمبرال ديمنشيا تو باركنسونيزم سبستانس اند الكحول ابيوز والهيتروما. الالزهايمر ديزيز احنا قلنا نقطه ان هي موست كومن فورم اوف ديمنشيا. معظم الوقت ان هي بتبقى مشتركه مع مينتال وبيهيفيرال سيمتومز، اللي هي قلناها ان هو عنده ديبريسد مود، ابيثي في الانيشال ستيجز من الديزيز، وبعد كده بتخش في سايكوتيك سيمتوم، يبقى الاحيان ده ايرتابيليتي، اجريشن، عنيف، كونفيوجن، وبيوصل بعد كده في الاند ستيج بقى ان هو يبتدي في مشاكل في الحركه بتاعته، ابنورماليتيز في الجيت والموبيليتي، سيزرز ممكن في الليتر ستيجز بتحصل، زي ما قلنا لحد ما هيوصل ان هو في الاند ستيج هيوصل معانا للبيدريدين عادي، مبقاش يقدر ان هو يقوم من على السرير، فبيبقى طول الوقت نايم. الانست لو هو قبل 65 احنا بنقول ان هو early onset، لو بعد 65 ده اسمه late onset. تمام. ايه الاتيولوجي بتاعه؟ الاتيولوجي بتاعه ان هو بيبقى عندنا فيه genetic factor، والجينيتك فاكتور ده بيبقى ليه عامل مهم بنسبة 40% من الأشخاص اللي عندهم family history للدي اي تي اللي هو dementia of Alzheimer type. بيبقى ان هم الأشخاص دي عرضة أكتر ان هم يجي لهم dementia. فالأشخاص اللي هم ليهم قرايب جالهم الديمنشيا، فيبقى حريص ان هو يبقى يحسن الكوجنيشن بتاعه من بدري، ان هو بعض الحاجات اللي بتقول ان هو الشخص اللي بي في الشباب بيحسن الكوجنيشنز بتاعه، سواء ان هو بيعمل العاب مايند جيم، سواء الشطرنج، سواء السودوكو او القراءه، الحاجات دي بتحسن الصحه بتاعت الكوجنيشن بتاعه، فزي تمرين كده بالنسبه زي التمارين العضليه، بيبقى الفي تمرين للكوجنيشن والادراك بتاع الشخص، بيساعده برضو ان سواء حتى لو هو شخص عادي ان هو مثلا الايدجنج بتاعه بيقل شويه، المخ بتاعه بيحتفظ على قدراته اطول من الاشخاص العاديه. فزي ما بندرب اجسامنا ندرب عقولنا برضو، والاشخاص دول لازم برضو يكون متابعين الاعراض اللي عندهم بتظهر، سواء لو ابتدى في ميرمولوس لازم يبقى عارف ان هو لازم يكشف، يبتدي يقول الطبيب على الفاميلي هيستوري بتاعه. والداون سيندروم برضو هما لقوا ان في اسوسيشن معاه مع الديمنشيا اوف الزهايمر تايب. الجين احنا قلنا جينيتك فاكتور، ايه الجينيتك فاكتور عندنا؟ في حاجه اسمها اميلويد بريكوسر بروتين او التاو بروتين، دول بيبقى فيهم مشكله بيبقوا موجودين عند الكروموزوم 21. هما بيعملوا ايه؟ ان هما بيكونوا حاجه اسمها نيورو فابيلري تانجلز بليكس في البرين، او الحاجات ديت بعد ما العيانين دول بيموتوا ويعملوهم تشريح ويشوفوا الباثوفيسيولوجي بتاعهم، بيلاقوا ان الحاجات دي كونت ان هما حاجه اسمها نيورو فابيلري تانجلز اميلويد بروتين. الجزء الجين الجزء المسؤول عن ان الاميلويد بروكسور دوت بروتين، بيبقى في مشكله في التكوين والتكسير بتاع الاميلويد عنده، فنلاقي الحاجه دي موجوده بكثره، فنلاقي الجين دوت ال 21 دايما مع الاشخاص اللي هم عندهم الزهايمر هنلاقي فيه مشكله. وجزء تاني ان هي نيورو ترانسميترز، النيورو ترانسميترز زي الاسيتايلكولين هي بتبقى عندنا مهمه جدا
في الكوجنيشن والميموري ونيورو ابنفرين برضو. ولكن عندنا الجزء المهم الاسيتايلكولين هو بيبقى مسؤول عن الكوجنيشن والميموري. فلما نيجي برضو في التريتمنت ان احنا عايزين نحسن شوية عدم دخول المريض في البروجريشن بتاع الديمنشن بتاع الكوجنيتيف فانكشن، ان احنا بنحاول نعالج الاسيتايلكولين، بنحاول نشوف نزوده شوية، هنعرف الأدوية والميكانيزم بتاعها بطريقة بسيطة إن شاء الله بعد كده. فإيه بنلاقي إحنا عندنا مثلا في عندنا غير إن في عندنا قلنا إن في مشكلة مع الكروموزوم 21 اللي هو بيبقى مسؤول عن تكوين وتكسير الأميلويد، فبنلاقي ان في عندنا ديجنريشن لكولينيك كولينرجينك نيورونز في النيوكلياي بتاع النيوكلس بتاع البازيلس اوف من ماينريت، بالاضافه ان دوت بيخلي الاستايل كولين بتاع الكونسنتريشن بتاعه في البرين بيقل. بالتالي احنا قلنا الاستايل كولين ده بيبقى الجزء المسؤول عن الكوجنيشن والميموري، فبيبقى من ضمن اسباب ان الكوجنيشن والميموري في عينين الالزهايمر تسوق معانا. تمام. نيجي في الكلينيكال كريتيريا بتاع ديمنشيا اوف الزهايمر تايب. عندنا احنا عندنا 13 كريتيريا. نبتديهم، هي بتبتدي بالاول ايه المشكله الاهم اللي بتظهر عند العيان، ان هو في ريسنت ميموري. بتلاقيه يفتكر يقول لك ايام طفولته، الحاجات المغامرات اللي عملها في طفولته او في شغله، يبتدي يقول الحاجات دي بدون اي مشكله. ولكن بعد شويه هنلاقي في الريموت ميموري بدأت تتأثر هي كمان، بدأت الحاجات اللي هو كان فاكرها وعمال يحكيها والقصص دي بدأت تبقى ايه صعب ان هو يتذكرها. يعني هو كان في الأول ان هو بيفتكر الحاجات القديمة، ولكن الحاجات الجديدة هو مشكلة عنده ان هو يحافظ عليها ويفتكرها. عنده inability to learn new material، ما يعرفش يتعلم حاجة جديدة. فبتلاقي مع الوقت لا ده بقى ريموت ميموري كمان اللي هو رقم 4. يبقى احنا خدنا ان هو في ميموري لوس، ان هو انابيليتي تو ليرن نيو ماتيريال، لونج تيرم ميموري افكتد، وبعد كده ستيدي ديكلاين ان كوجنيشن. قلنا ان هو طبعا ان هو بروجريسيف ديمنشن اوف كوجنيتيف فانكشن. فبنلاقي الكوجنيشن دوت عمال بيقل بطريقه ثابته مع مرور الوقت، مش زي ديليريوم. تمام. بتلاقيه مرة واحدة كده وعمال شوية بيزيد شوية بيقل. ولكن احنا قلنا المرة اللي فيها الديمنشيا بتزيد امتى، اللي هو السان داونر سيندروم، ولكن دوت بيزيد بالليل. ولكن الديكلاين بتاع الكوجنيشن كله ماشي بصورة ثابتة، بتبقى ديكلاين وستيدي. الابستراكت ثينكينج امبيرد، في محادثة thinking برضو لو انتوا خدتوها، اللي هو الابستراكت thinking اللي هو القدرة على الفهم ايه اللي ورا الكلمة. يعني مثلا احنا لما بنيجي نعمل تيست للابستراكت thinking، ان احنا ممكن بنختبره في الامثال ونقول له المثل ده عبارة عن ايه. بس ولكن في ايه ناس ما بتفهمش في الامثال. يعني مثلا لو جه حد قال لي مثلا اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لامها، يعني مثلا انت مش فاهم هو قصده ايه. تمام. فالمفروض مثلا لو الشخص ان هو عنده abstract thinking، ان هو مثلا هو مش بيبقى فاهم ايه هو ده، فهو مثلا بيقول ان هو لو قلبت قدرة الفول دي، فالبنت مثلا لو هي تحت في الدور الاول هتلاقيها مرة واحدة طلعت ايه لوالدتها في الدور الاخير مثلا. دوت هو ايه، هو مش فاهم المثل. بس عادي ممكن كشخص طبيعي ايه مش فاهم المثل ده. عادي في امثلة تانية اللي هي اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، فهو انت بتقول له كده، فهو الابستراكت ثينكينج عنده هيقول له ان هو الواحد لو بيته مصنوع من ازاز ما يحدفهمش بالطوب، عشان ايه، عشان ممكن يحدفوه هو كمان. ولكن الشخص العادي هيفهم ان هو لا، اللي هو لو واحد عنده عيب ما يبتيش يحدف الناس بعيوبهم عشان ايه ما يرجعوش
يقلبوا الموضوع. ولكن زي ما قلنا مثلا، زي المثل اللي هو في الاول ده، هو شخص مش عارف، هو المثل اصلا صعب، او هو ملوش في الامثال، ما بيقراش الامثال ديت. فاحنا بنساله ايه؟ similarity، اللي هو التشابه ما بين الحاجات. يعني مثلا تقول له الجزر والخيار شبه بعض في ايه؟ هيقول لك مثلا ان هو خضار. ولكن الشخص اللي هو عنده مشكلة في الابستراكت ثينكينج، هو مش بيبقى فاهم التشابه ده في ايه. قلنا بعد كده language impairment، بيبقى عنده مشكلة في الكلام، مش عارف يعبر عن الاشياء. مثلا عنده بيبقى في اجنوزيا، اللي هو شايف الشيء بس مش عارف يسميها باسمها. يعني مثلا هو عارف ان مثلا القلم ده بيكتب، ولكن هو مش عارف هو اسمه ايه، هو ناسي انه اسمه قلم. فتلاقيه بقى يقول هات لي البتاع اللي هو البتاع اللي بيكتب ده اسمه ايه، ويبقى ناسي. فالنسيان ده بيحصل له، بيخليه اكتر عقدة ان هو عنده عنف اجيتيشن، بيبقى ايه، متضايق على طول. فده جزء من ضمن الحاجات اللي بتسبب له مشكلة في المود أو في الـ anxiety، تمام، والـ agitation أو aggression وهكذا. تاني حاجة برضو insidious onset، الـ onset بتاعه هو مبيبقاش عارف هو بدأ امتى، على عكس حاجات تانية احنا هنذكرها وهنعرف ايه الفرق ما بينها وما بين الحاجات اللي احنا هنوضح فيها الـ dementia، الفرق ما بينهم الاتنين. العيان اللي هو اللي عنده الزهايمر، هو ما بيبقاش عارف الحاجات دي بدأت امتى. انا عارف ان انا بنسى، بس امتى بقى بدأت انسى والحاجات دي حصلت معايا، هو ما بيبقاش عارف يحدد ده. على عكس عيان مثلا من عيانين الديليريوم، هو بيبقى اهله عارفين ان هو ايه، بدأ يفقد الذاكرة في الوقت دوت وهكذا. ولكن العيان الديمنشيا ما بيبقاش فاكر خالص الانست، تمام. الجادجمنت امبيرمنت، عنده مشكلة في الحكم بتاعه. مثلا بنديله موقف معين، لو لقيت مثلا ظرف مرمي في الشارع هتعمل فيه ايه، وهكذا بقى. لو لقيت طفل صغير عمال يعيط في الشارع، ونشوف بقى هو طريقة حكمه على الموقف ده بتبقى ازاي. بيبتدي عنده بقى بعد الأجنوزيا بيخش في أباريكسيا، ان هو بيبقى عنده مشكلة في الموتور فانكشن. في عنده behavioral changes، قلنا منها احنا اساسا الديمنشيا بتخش في psychiatric symptom و behavioral symptom، منها البارانويا. احنا قلنا ان هو بيبتدي يشك في اللي حواليه، ده عايزين يسمموني، ده عايزين كذا، دول منضمين لجماعة معينة، دول اشخاص هكذا. ويبتدي بقى يشك في اللي حواليه، فبيعمل مشاكل، يتخانق مع الجيران وهكذا. فبيبقى الشخص ده مشكلة لنفسه ومشكلة اللي حواليه، وانت ما بتبقاش عارف تمنع المرض ده. وخلاص طالما once happened خلاص هو نهايته معروفة. فبيبقى من الامراض الايه التقيلة على القلب، سواء للأهل سواء للعيان. فيعني لازم تبقوا تعرفوه كويس جدا عشان تحاولوا ان اكتشاف المرض في الأول، بتحاول ان انت تقلل شوية البروجريشن اللي ممكن يحصل. فتبتدي ايه، بدل ما الدنيا تبوظ عنده على طول من الأول، لا، يعني تبتدي شوية شوية يعني. ولكن في النهاية ده كله هيحصل. الـ anxiety والـ depression قلناه، الـ visual spatial skills improvement، الـ visual spatial ديت skills ديت، إن هو يعرف الأماكن ويحدد المسافات، وإن هو هيوصل ليها إزاي. مثلا انا عارف مكان مثلا القلم اللي قدامي، المسافة بتاعته واضحة، فانا هوصل ليها ان انا اروح كذا وكذا، تمام. فالحاجات دي بتبتدي بعد كده ان هي تبقى impaired. وقلنا ان هي جزء منها ان هي progressive course، ان هي عمال تتطور مع الوقت، خد بتسوق، تمام.
عندنا الفاسكولار ديمنشيا. الفاسكولار ديمنشيا قلنا ان هي the second most common type of dementia. دي نتيجة ل cerebrovascular disease بتبقى حاصلة للجسم، سواء مثلا في عندنا hemorrhage او infarction. فبيبتدي ازاي دوت بيقولك ان هو الفاسكولار ديمنشيا usually progress in a stepwise fashion. ايه هي اصلا الستيبوايز؟ ستيبوايز يعني خطوه بخطوه. فبيبتدي عندنا العيان مثلا بيخش في انفراكشن، فبيبتدي يسوء ويحصل تطور بروجريشن للمرض، تمام. يبتدي العيان يستقر شويه شويه، وبعدين هوب يخش تاني في انفراكشن، فيحصل وورسنينج للديمنشن دي، وهكذا لحد خطوة بخطوة خطوة بخطوة. فبيقول لك إن هي الـ vascular dementia usually progresses in a stepwise fashion with each recurrent infarct. يعني مع كل infarction متكرر بيحصل في تدهور للـ vascular dementia دي. الساينز بتاعتها إن هو عندنا أكيد طبعا إن هي هنلاقي فيه neurological signs زي مثلا lateralization, dysarthria, upper motor neuron affection، وهنلاقي برضو معانا اللي هي الحاجات ال multiple cognitive impairment وال behavior changes موجودة، وال neurologic sign ديت شائعة طبعا لأن هي حاجة cerebrovascular disease، تمام. ال small وال medium sized cerebral vessels are usually affected. ممكن يجي لك سؤال هنا يسألك على ال cerebral vessels اللي غالبا بتبقى affected، فممكن يقول لك small وبعدين medium large، يعني ممكن يجيب لك السؤال ده فانت تعرفه خلاص عشان ايه ما تبقاش عديت عليه، ولو هو السؤال ده اللي عجبه جه فانت ايه ما تبقاش انت اتضايقت او خسرت كتير. نيجي للهانتنجن ديزيز. احنا عارفين خدته طبعا الهانتنجن في السي ان اس. فاحنا الهانتنجن ديزيز دوت ايه؟ اوتوزومال دوميننت ديزيز، بيبقى على كروموزوم 4. فاحنا كده عندنا حاجتين احنا ذكرنا فيها الكروموزومز وذكرنا فيها الفاميلي هيستوري. اول حاجه الزهايمر، قلنا الزهايمر دوت على الكروموسوم 21 اللي بيبقى فيه الجين المسؤول عن الاميلويد بروكسور بروتين اللي هو بيكون او يكسر فيه من خلاله الاميلويد، بيبقى عندنا فيه مشكله، تمام. وبيبقى نسبة الفاميلي هيستوري بتاعنا بتوصل ل 40%، ولو عندنا عيان داون سندروم بيبقى نسبته ان هو يحصل عنده ديمنشيا الزهايمر ديمنشيا بتبقى اعلى موجودة، يعني نسبة كويسة. والهانتنجن ديزيز بقى يعني عندنا ايه كروموزوم 4. يبقى احنا قلنا الاتنين وشرحنا الزهايمر، ونبتدي الهانتنجن ديزيز. الهانتنجن ديزيز الشيء الكاركترايز بتاعته ان هو كوريو اثيتويد موفمنت اللي هي جايه من الكوريا والاسيتوزيس. ايه هو الجزء ده؟ احنا عندنا الكوريا، انتوا خدتوا برضو الكوريا في السي ان اس. الكوريا ديت بتبقى رابد مع الاسيتونوزيس الاثيتوزيس عفوا اللي هي slow involuntary movements. ليه بقى للفينجرز والتورز مثلا بتلاقيه يعمل flexion واكستنشن، تلاقيه مره واحده يعمل adduction وabduction، بيعمل ممكن شويه ان هو ايه كانه بيانو playing movement. الحاجات دي كلها بتبقى العيان بيعملها regular بشكل غير منتظم non rhythmic مفهوش ايقاع، بتلاقيها كده ايه ملهاش معنى purposeless ان هي ايه بدون مغزى، هو بيعملها كده خلاص. فالموفمنت ديت احنا خلاص طالما شفناها ولازم ان يكون في حد من العيله عنده هانتنجن ديزيز، فبنعرف خلاص ان دوت شخص دخل في الهانتنجن ديزيز وعندنا الكوريو اتيتويد موفمنت ومع الديمنشيا. والعيان دول بيبقى في حاجه تميزه ان هو الانسد بيبتدي معاه من الثلاثين للاربعينات، فبتبقى باين ان هو
الكورية والاتيتيود موفمنت، وبعد كده بيبتدي سايكاتري، حصل له سايكاتريك سيمتومز، وبعدين يخش في الديمنشيا، سواء السايكاتريك سيمتومز دي ما عنده مود، سواء تغيرات في البرسوناليتي. وبيجي قلنا في اليونج ايج من 30 ل 40، كوريفورم موفمنتس قلنا ان هي غالبا بتبتدي في الاول وبعد كده بتبقى بروجريسيفلي وسيفير، وقلنا الديمنشيا بتحصل بعدين لان هو بيبتدي بسايكاتري وبعدين يخش في الديمنشيا، تمام. وقلنا السايكاتري مثلا عندنا اللي هي personality changes 25% سكيزو في فرنويم، تمام. عندنا برضو نسبة 25% المود ديس اوردر، البرزنتيشن with sudden onset dementia، development of dementia بيحصل في 90% من من العيانين الهانتنجن، تمام. نيجي بقى للباركنسون اللي هو احنا قعدنا نعاني معاه في النقطة في الأول. الباركنسون زي الباركنسون ديزيز اللي احنا خدناه، بيبقى ايه في ايديوباثيك موفمنت ديس اوردر، الاونست بيبقى يوجوالي ليت ان لايف، بنلاقي فيه برادكاينيزيا اللي هي حاجات الباركنسون العادية اللي احنا نعرفوه، ريسنج تريمور، البيل رولينج اللي هو التسبيح، الماسك لايك فيس، الكوكويل ريجيديتي والشافلينج جيت، دي كلها انتوا خدتوها في السي ان اس وغالبا شفتوا ليها فيديوهات، تمام. لكن الناس بتوع الباركنسون دوت في بيحصل لهم intellectual impairment، وده بنسبة كبيرة عندنا اللي هي من نسبة 40% ل 80% من العيانين دول بيحصل لهم dementia. ال depression عندهم extremely common عن غيرهم، مثلا قلنا في اللي قبلها المود بيبقى عندنا ال disorder بيوصل 50%، تمام. ال Lewy body disease هي جاية من اسمها، ان جاي من اسمه ان في حاجات باديز لقوها في السيربال كورتكس اسمها لوي انكلوجنز بادي، لقوها في الايه في السيربال كورتكس فسموا المرض على اسمها. اللوي بادي دوت هو مرض زي الديمنشيا، من نوع قصدي من الديمنشيا قريب من الزهايمر، ولكن هو غالب احنا بنفرقه ان هو بتلاقيه كاركترايزد بان هو هالوسينيشن ومعاه الباركنسيزم فيتشرز والاكسترا بيراميدال ساينس. يبقى احنا كده احنا قلنا ثلاث حاجات هنلاقي فيها اكسترا بيراميدال ساين الهونتنجن، تمام. احنا قلنا ان هي هتبقى فيها اوتوزومال دوميننت، وهتلاقي فيها سايكاتيك سيمتومز واضحة جدا، واللي هي قلنا ان هي بتبتدي وبعدين الديمنشا بنخش فيها بنسبة 90%. الباركنسون هنلاقي ان هو مميز ان عندنا بنلاقي البرجلونج والماسك لايك فيس والحاجات الخاصة بالباركنسون. اللوي بودي بقى بتلاقي في اكسترا بيراميدال ساين، ومع الهالوسينيشن بيبقى واضح جدا في اللوي بودي ديزيز. وطبعا احنا ما نشوفش اللوي بوديز ديت الا بعد الشخص ما يموت، وبنبتدي بقى نشوف اللوي انكلوجنز بودي ديت موجودة في السيربال كورتكس بتاعه، فدي حاجة مش دايجنوستيك. الهيتروما ريليتد ديمنشيا لو احد مثلا اتخبط في راسه، فالديمنشيا ممكن تحصل نتيجة التروما، او مثلا لو شخص عمال مثلا بيتخبط في راسه كتير زي مثلا ايه البوكسرز، الاشخاص اللي بيلعبوا بوكسنج واللي هم برضو بيبقوا عرضة للأوركيولار هيماتوما، تمام، اللي هي الاذن الأغنبيت، تمام. فدول برضو بيبقوا معرضين لحاجة برضو اسمها البانش درانك سيندروم او الديمنشيا بوكليستيكا. بيحصل في الايه في البوكسرز لان هما على طول بيحصل لهم ريبيت هيد تروما خلال سنوات عديدة، بيبقى عندهم بقى ايه ايموشن لايابيليتي وديسارثيا وامبلسيفيتي. الايموشنز عندهم بتبقى ايه ان هو انتوا خدتوا في الايموشنز ان لايابيليتي
ان هو بيبقى عنده الايموشن اللي عنده مش مستقرة، بيحصل له شيفتنج على طول، رابيد ايموشن شيفتنج، في ثانية بتلاقيه زعلان، فرحان، متضايق، بيضحك، وتلاقي الحاجات دي كلها على طول ورا بعض. ديسارثيا، في تلعثم في كلامه. امبالسيفيتي، طبعا ان هو بياخد قرارات على طول من دون تفكير. ودي انواع الديمنشيا، قلنا الزهايمر وهي اكتر نوع، وتاني نوع اللي هو فاسكولار ديمنشيا، وبعد كده الثلاث انواع الهانتنجن والباركنسون واللي هو بادي، والاذر ديمنشيا اللي هو اتش اي في والحاجات التانية اللي احنا ذكرناها. تمام، دي مراجعة عليهم. نبتدي بقى ايه للديفرنشال دايجنوز. احنا قلنا الديفرنشال دايجنوز، وقلنا حاجة منهم الدليليوم، وقلنا في الاول الايدج اسوسييتد ميموري امبروفمنت، وقلنا هنفرقه ازاي، ان دوت فيه بنلاقي فيه عادي ان الشخص يعتمد على نفسه في الوظائف الحياتية، ولكن على عكس الديمنشيا مش بيبقى الشيء ده متاح مع الشخص اللي عنده ديمنشيا. والديبريشن ان الدي، نبتدي بقى اول حاجة بالدليليوم او الهذيان. الديليريوم او الهذيان هو لازما بيبقى فيه ايه diagnostic criteria، ان هو disturbance in attention، ان هو مش قادر بقى الابيليتي بتاعته، قدرته ان هو direct focus او sustain او shift ال attention بتاعه بتقل، ان هو مش عارف يركز ولا ايه يحافظ على الانتباه بتاعه، او ان هو ينقل الانتباه بتاعه من شيء لاخر. والاورنس بتاعه، الاورينتيشن للانفايرمنت اللي حواليه بتبقى قليله. بتلاقيه قلنا ان هو على عكس الديمنشيا بيبقى تلاقي شويه كويس شويه لا بيسوء، فتلاقي في تشينج للبيز لاين بتاع الاتنشن والاورنس. فالكتويت غير الديمنشيا قلنا دي بتبقى ستيدي بروجريس. تمام، فالقلنا severity بيختلف خلال ال course of day، وقلنا الجزء اللي بس اللي فيه بيختلف ال course of day مع الديمنشيا اللي هو sun down downer syndrome، ان هو الأعراض بتزيد معاه بالليل. وال additional disturbance cognition عنده مشكلة في الميموري، ال difficult disorientation language وهكذا، وال perception وال وكل الحاجات دي بتبقى عنده. ايه في اضافة غير ان هو الحاجة الاساسية ان هو في disturbance في الاتنشن والايه، وهو عنده disorientation للانفيرومنت. البريفلنس بقى بتاع الديليريوم، احنا بنقول الاشخاص ديت اللي بيروحوا للهوسبيتال عندهم قابلية اكتر ان هم يبقوا عندهم نسبة اعلى للديليريوم. الديليريوم عندنا بيحصل من 15 لـ35% للأشخاص الأقدم في العمر، ولكن مع الأشخاص اللي هم بعد العمليات اللي بنلاقيهم في الآي سي يو بتلاقي النسبة عندنا وصلت لـ70 لـ78%. ولكن احنا عارفين ان دوت قلنا الانس بتاعه على طول acute reversible disorder، على عكس الديمنشيا chronic irreversible disorder. العيانين مثلا اللي بيحصل لهم disorientation، هو بيبتدي في الاول ال disorientation قلنا بيحصل معاه في التايم، وبعد كده ينتقل لل place، وبعد كده ينتقل للاشخاص ال person ما بيبقاش واعي بيهم. تمام، risk factor ال extremities of age، سواء عيان لسه صغير جدا وحصل له مثلا فيفر عالية، فتلاقيه بيحصل له مثلا سواء هلوسينيشن وحاجات كده، ويشوف ان في حاجات في الجو. تمام، او عيان عجوز جدا زي ما قلنا الديليريوم بيحصل في الاولدر انديفيدوال من نسبة 15 لـ35%. لو اشخاص عندهم بري اكزيستنج ديمنشيا ساعات عادي بيحصل الديليريوم اون توب اوف ديمنشيا، لان الاشخاص بتوع الديمنشيا دول البيولوجيكال بتاع البيولوجي بتاع البرين بتاعهم هو عنده فيه مشكله بتساعد ان مثلا حاجه زي الديليريوم دي تحصل، او الباست هيستوري اوف ديليريوم، لو شخص جاله ديليريوم قبل كده بيبقى اكتر عرضه ان هو يحصل له ديليريوم تاني. البلايند او الديف، البلايند او ديف دول عندهم بيبقوا في اللي هو ايه الانبوت بتاعهم قليل، عندهم سنسوري ديبريفيشن، فبيبقى لما الانبوت قليل
اللي دخلهم، فالمخ هو عايز يعوض الجزء ده، فبيعمل له ستيمولس عشان يعوض الـ النقص دوت في الـ في الـ في الانبوت اللي داخله، فبيبتدي يخش في هالوسينيشنز وحاجات مش حقيقية. تمام. بيبقى عقدة اكتر، مش لازما الشخص البلايند او ديف ان هو يحصل له ديليريوم، يعني ده من ضمن الريسك فاكتور. وطبعا الكحول او البنزودايازيبين ديبندنسي ده فاكتور مهم جدا، ومن ضمن الحاجات اللي احنا بنلاحظها في الديليريوم ان هو بيبقى الاكتر ليه ان هو فيجوال هالوسينيشن عن الاوديتوري هالوسينيشن. يعني الفيجوال هالوسينيشن في الديليريوم بيبقى اكتر، ولكن لما نيجي نبص حاجه زي الديمنشن هنلاقي الاوديتوري هالوسينيشن مرتبطه بيه اكتر. اللي قلنا تاني الديمنشن بتاع ما بيبقاش اوير لفقدان الذاكره، ولكن الديبريشن بيبقى واعي هو ايه ان هو فقد الذاكرة او لا. ودي من ضمن الحاجات اللي هنجيها بعد كده في ال depression in elderly. ولكن نكمل بقى الديليريوم، ان هو في substance induced delirium لو في intoxication او withdrawal، ان هو لو شخص معتمد على الكحول كالنابس opioid sedative hypotonic anxiolytic والامفيتامين الكوكين، الحاجات دي كلها طبعا لازم تخش طبيعي ان هي تأثر على الشخص ودخله في دليريوم او هذيان. الدليريوم ممكن يحصل برضو الاذر mental condition لو في endocrinal disease hypo او hyperglycemia، في مشكلة في thyroid function الادرينال، لو metabolic بقى لو في anemia electrolyte disturbance dehydration، لو في neurological postictal seizures و head injury cerebral hemorrhage encephalitis و meningitis، لو دخل في organ failure liver failure acute kidney injury myocardial infarction respiratory failure، لو في طبعا قلنا medication induced delirium اللي هو لو شخص واخد أدوية مثلا بنزودايزبين أو السبستنس اللي احنا ذكرناها قبل كده. دي كلها من ضمن الحاجات اللي هتدخل لنا الشخص في دليريوم أو هذيان. ودي فرق ما بين الدليريوم والديمنشيا. ممكن تبص عليها هتلاقي كل اللي احنا قلناه، ان هو مثلا الأونست عند الدليريوم أكيوت سادن أونست، وقلنا ان هو بيبقى ريفرسبل يعني ديمنشيا سلو كرونيك. والفرق بقى ايه كل واحدة نراجعها هنلاقي نفس اللي احنا قلناه تلخيص. ال age associated memory impairment ان هو بيبقى مع الوقت بيبقى في مشكلة في ان الشخص يبقى learn new material، وبيبقى في عنده slowing في ال thought process نتيجة لل normal aging. ولكن الشخص دوت بيبقى قلنا ان هو قابل ان هو يعتمد على نفسه، وطبيعي ان اي حد بيكبر بيبتدي خلاص ان في مشاكل في الذاكرة، وقلنا ازاي ان احنا بنساعد ان احنا دوت ما يحصلش، ان المينتال اكتيفيتي بتساعد ان ما يحصلش كوجنيتيف امبروفمنت على طول، ونبتدي بقى نعوض الشطرنج سلوك قراءة نشغل المخ بتاعنا. تمام. و في سندروم اللي هي بناين سينيسنت forgetfulness اللي هو النسيان مع الشيوخ، اللي هو ان انت او السن او المسن او الشيخوخة. تمام. قلنا ان هي ما بتبقاش progressive course، وبتبقى بس مش انترفير مع الوظائف الحياتية. الدبريشن في الالدري مش بيبقى بتلاقي شخص مثلا يبكي على طول واخد جنب منعزل، ولكن بتلاقيه بينسى. بيبقى الدبريشن ان الالدري بيبقى واضح جدا في الكوجنيتيف امبرمنت، فبنسأل ايه اللي حصل الاول، هل هو الدبريشن حصل الاول وبعدين الكوجنيتيف امبرمنت بدأت، ولا الكوجنيتيف امبرمنت بدأت وبعد كده حصل الدبريشن، لان مثلا عندنا الزهايمر هو كوجنيتيف امبرمنت مينلي ولكن بيخش معانا في الدبريشن مثلا
الهانتنجن بيخش في مود ديس اوردر، قلنا الباركنسون بيبقى اكستريملي كومن ديبريشن فيه. وبعدين الشخص مثلا في حاجة اسمها الكونفيجريبليشن، ديت ان هو بيملأ الفراغات اللي في الذاكرة بتاعته. احنا كشخص طبيعي ان احنا مثلا لما بننسى حاجة ونبتدي نعملها ريكول، المخ بيبتدي يحط حاجات مش أساسية تعويضا للحاجات اللي اتفقدت دي. الشخص اللي عنده ديمنشيا هو بيعمل كده، ولكن عيان الاكتئاب مش بيعمل الشخص ده، لان هو مش مهتم اساسا بان هو حصل له فقدان للذاكرة. هو بيبقى الديمنشيا اساسا مش اوير ان هو حصل له فقدان للذاكرة، بيجي مش عارف ان هو لا فقد الذاكرة، ولكن الديبريشن بيبقى اوير ولكنه مش مهتم بالشيء ده. تمام. فايه فالكوجنيتيف امبرمنت مش ايه which has led to term pseudo dementia. نيجي بقى للتريتمنت اوف dementia. قلنا ان هي irreversible، فطبعا احنا مش هنعالجها، ولكن ايه هنبتدي بقى نساعده ان هو الكورس دوت يزيد وقته. نساعده ان احنا نقدم له سبورت، لان ما فيش عيان ديمنشيا هيقدر يعيش لوحده، ان هو ما بيقدرش يتعامل مع الحاجات الحياتية. مثلا ممكن يسيب لو هو قادر حتى يعمل، ممكن يولع الغاز ويسيبه ويمشي اساسا، يخرج لو لقى الباب مفتوح ويفضل يمشي والباب بقى يولع، فبيبقى خطر على نفسه وعلى الاخرين. ما فيش عيان ديمنشيا المفروض انه يعيش لوحده. تمام. عندنا نوعين من العلاج. احنا اولا لما قلنا بيبقى عندنا المشكلة بيبقى في كوجنيشن وفي معاه بيهيفيرال وسايكاتريك بروبلم او سيمتومز. فاحنا هنعالج الكوجنيشن ونعالج البيهيفيرال والسايكاتريك سيمتومز. لما نيجي في العلاج احنا عندنا نوعين، ان احنا عندنا في سايكولوجيكال، في بقى ان احنا حاجات اضافيا، احنا نحافظ على proper nutrition، تغذية ان هي تحافظ على المخ، exercise والactivity زي ما قلنا ان هو الحاجات المنتال activity بتساعد ان الشخص الطبيعي او اللي عنده dementia انه ما يخشش في cognitive impairment اسرع. ان هو بيبتدي بقى انشطة، ان هو اساسا شخص restless، فبنحاول بدل ما يزهق ويبقى عنده aggression ان هو يبتدي يخش وينخرط في فعاليات، بنحاول بقى نوفر environment مع frequent cues لل orientation today وال date وال place وال time. نحنا نبتدي نحط في ساعة على طول قدامه ونتيجة، بحيث ان هو ما يتضايقش لما يحاول ان يفتكر الساعة او الوقت، فيبتدي يبص على الحاجات الموجودة cues اللي عليها ديت، ويبتدي يعرف مثلا ستيك نوتس على حاجات مختلفة، ان تفكر كل شوية بايه الحاجات ديت، بحيث برضو ان الشيء دوت ما يأثرش معاه على المود، وان هو برضو يبقى مساعدة ليه. الفانكشن ده بتقل، فلازم نبتدي يبقى معاه رفيق ليه ومرافق على طول. احنا قلنا ان مفيش عيان ديمنشيا ينفع يعيش لوحده، فالنيرسينج هوم بليسمنت لازم بيبقى مهم جدا. الكوجنيتيف امبيرمنت قلنا ان في ساوند داون سندروم، فممكن تبقى ورس ات نايت في بعض الممرضين، يعني اللي هم متدربين كويس بيبقوا يعملوا سكادجول للنايت تايم اكتيفيتيز عشان يحاولوا يعالجوا المشكله ديت وما يدخلوش العيان في الاجريشن بتاعه، او ان هو يتضايق بسبب الحاجه ديت. ولكن الحاجات دي ساعات بتبقى تحصل اوفرلود على الشخص النيرسينج دوت، وسواء اوفرلود ك physical overload او mental overload لو كان الشخص دوت قريب للعيان، فبيبتدي ان هو شايف الحاجات دي قدامه، فبيبتدي نفسيته بتتأثر، يحصل له مثلا burn out،
فلازم يكون في supportive therapy و group therapy مش بس للعيان، لا ده للفاميلي والorganization بتاع المسؤولة عن الأشخاص اللي بيعالجوهم، مثلا لو في دار رعاية أو في أماكن مخصصة ليهم. فيبتدي الكرو دوت يعملوا ثيرابي، ان هو يبتدوا يتكلموا ويحصل لهم توعية لان شخص الديمنتد بيرشنز لازم ان الحاجات ديت الجروب ثيرابي والتوعية بخصوص المرض وازاي يتعاملوا معاه، ده بيساعدهم ان هما يتعاملوا ويواكبوا الاحباط الكبير اللي هما بيواجهوه، لان زي ما قلنا مرض الديمنشيا هو مرض عمال بيسحب من الاشخاص حياتهم وذكرياتهم وقدرتهم على التعامل، وعمال يسرق منك وانت مش عارف تتعامل معاه. فالشيء ده بيبقى محبط لصورة كبيرة جدا للأشخاص اللي بيتعاملوا مع المريض. عندنا بقى طبعا الجزء الفارماكوثيرابي، ان احنا عندنا قلنا cognition و behavioral و psychiatric symptoms. نبتدي بقى بال behavioral و psychiatric symptoms. احنا لما بنيجي بنتعامل ما ينفعش العيان دوت نديله باربيتريت او بنزودايزابين، لان انتوا خدتوا في سكيزوفرينيا ان الحاجات ديت بتعمل كوجنيتيف امبيرمنت للعيانين اللي بياخدوها، سواء مثلا طلاب بياخدوا ظلام والحاجات ديت عشان يهدوا نفسهم قبل الامتحانات، فبيخش الايه هادي، بس هو عنده مشكلة ان هو يسترجع ويفتكر الحاجات ديت. فاحنا طبعا احنا نتجنب البربتريت والبنزودايازبين، ولكن احنا عندنا في اجيتيشن، في عندنا مود، فهنعمل ايه؟ فبنبتدي بقى وحاجات سايكاتريك سيمتومز، فبنبتدي نستخدم ايه انتي سايكوتيك. ولكن لما نيجي نستخدم الانتي سايكوتيك احنا عارفين ان الانتي سايكوتيك اللي هي فيها مشاكل كاردياك واكسترا بيراميدال وبتعمل مثلا كونستبيشن، والمشاكل دي بتبقى زيادة أوي في الأولد إيج، فاحنا كده بنعرضه لمشكلة تانية. ولكن احنا ازاي هنستخدم الانتي سايكوتيك دي طالما احنا عايزين لازم نستخدمها في الحالة ديت؟ فاحنا بنستخدمها في موست سيف دراج للو دوز، جدا اقل دوز. يعني مثلا احنا بنستخدم الهاليوبريدول او الريسبريدون. الهاليوبريدول انتوا كنتوا خدتوا قبل كده ان هو الدوز بتاعته ممكن توصل من 10 ل 30 مللي جرام، فلا احنا بنبتدي نستخدم معاه 2 مللي جرام اورالي، او ممكن اي ام لو في حالة اجيتيشن عنيفة. الريسبريدون احنا قلنا ان هو قبل كده ممكن يوصل معانا ل 6 مللي جرام، ولكن لا احنا بنبتدي معاه دوز من ربع ل 1 مللي جرام ومبنعليش عن كده. ومع الوقت احنا بنفضل متابعة ان احنا على طول شوية نعمل اي سي جي نشوف الفانكشن بتاعته الوظائف الحيويه، ونفضل على طول ان احنا نستخدم اللوست افكتيف دوز، وعلى طول في الريفيو للوظائف بتاعته، لان احنا البلاك بوكس وورنينجز ان هي بقت حابين اشرد ان هو في استخدام الاتيبكال انتي سايكوتكس، ان هو بيحذره الكلينيكا الاطباء ان هم بدأ في ريبورتس ليفيتد مورتاليتي في الديمنشيا والاجيتيتد الدري بيشنت ان هم بيتعالجوا بالانتي سايكوتيك. فقلنا ان احنا واحنا بنستخدم الانتي سايكوتيك دي هنستخدم لوست افكت دوز، وهنبقى ريفيو بروجرس فريكوينتلي ونتابع بقى الوظائف الحيوية معاه. وقلنا من ضمن الحاجات التانية العلاج، ان احنا قلنا نعتمد على البيهيفيرال والسايكاتيك سيمتوم، وعادي ممكن ندي معاه انتي ديبريشن خفيف. نيجي بقى للكوجنيشن. الكوجنيشن احنا قلنا من ضمن الحاجات الاساسية لو نفتكر في ان هي بتبقى ليها علاقة بالاسيتايلكولين وتكوينه في الجسم او عدده. فبنعمل عندنا حاجات كولين استريز، كولين استريز اللي هي بتكسر الاستايل كولين، فاحنا عندنا شويه استايل كولين احنا عايزين نحافظ عليهم، فتيجي انت كولين استريز تكسرهم مني فلا. فاحنا بنبتدي ندي كولين استريز انهبيتورز تمنع تكسير ال
الاسيتايلكولين، فبالتالي الجزء القليل اللي هو اساسا بالفعل عندي لا، ان هو احنا نحتفظ بعدده كامل. فعندنا اسماء بقى مختلفة: توني بزيل، ايفا ستيجمين، جلاتامين. هي اسامي غريبة بس ايه، نحاول نحفظها عشان لو جات لنا في الامتحان. تكرين دوت تكرين ما بقاش اتمنع، لان لقوه ان هو هيباتو توكسيك، تمام. فدي كلها بتساعد ان هي كولين استريز انهيبيتورز، فنسبة الاستايل كولين اللي بتكسر بتقل، فالاستايل كولين بتاعنا يزيد، فالكوجنيشن والميموري نقدر نحافظ عليهم. قلنا ان هي بيحافظوا شوية ان يحصل سلو كوجنيتيف ديكلاين، لان احنا قلنا طبعا احنا مش هنقدر نوقف الديكلاين دوت، او احنا بنقول نقلل السرعة بتاعته، تمام، ونزود مدة الفترة اللي بياخدها. فبنلاقي ان مايلد تو مودريت التأثير بتاعه في بعض العيانين ان هو يقلل الكوجنيتيف ديكلاين دوت. في الزهايمر ديزيز بقى لقينا في حاجة دراج جديد اسمه الميمينتاين، ميمينتاين دوت بيأكت من جلوتاميت ريسبتور. جلوتاميت ريسبتور برضو الجلوتاميت ليه تأثير على الكوجنيشن، اللي هي خلال النماندا ريسبتورز، فهو سموه نماندا. بنستخدمه مع العيانين الزهايمر مع الكولين استريز انهيبيتورز او الانتي سايكوتيك بنسبة خفيفة. ونبتدي بقى ايه نتعامل مع التريتمنت، ان هو شيء زي ما قلنا بينهانس الكوجنيشن وبيعمل سلو ذا كوجنيتيف ديكلاين في العيانين تبعنا. وبس ان شاء الله يا رب يكون المحاضرة اتفهمت، وعارف ان هي ممكن يكون فيها بعض المشاكل، ولكن حاول بس ايه ان انت تفهمها واحدة واحدة. كل الحاجات دي مرتبطة، هتلاقي مثلا حاجات خلاص طالما مثلا خدت الالزهايمر وبعد كده هتلاقي الحاجات اللي بعديها سهلة جدا، بس حاجة نقطة او اتنين او تلاتة هتركز عليهم. التريتمنت قلنا ان هي من السايكولوجيكال، وتبقى ايه حاجات جروب ثيرابي سبورتيف ثيرابي، ومع النيوتريشن والحاجات دي والاكتيفيتيز. الفارماكوثيرابي قلنا ان هو هنعالج حاجتين: الكوجنيشن والسايكاتريك او البيهيفيرال سيمتومز. وقلنا ان احنا بنستخدم انتي سايكوتيك بنسبه قليله عن العادي، لان هي فيها مشاكل كاردييك، وبالذات مع الاشخاص الالدري، واساسا معظم الديمنشا بتبقى في الالدري بيشنتس. فاحنا برضو احنا ما ينفعش نستخدم البربيتريت والبنزودايازيبين عشان هي اساسا بتقلل الكوجنيشن، فما نزودش المشكلة اللي عندنا. وبس، فدي كل ملخص بسيط جدا عن المحاضرة كاملة. رب بجد تكونوا استفدتوا، ولو في اي مشاكل اعملوا كومنت، وان شاء الله نحاول نتخطاها في الريفيجن مع بعض بإذن الله.